أكبر. الله أكبر. اشتباكات عنيفة، اشتباكات عنيفة. هذه قضية جت فيه في القرب من الثوار. نسأل الله عز وجل السلامة. الله أكبر. بدأت الاشتباكات بين المجاهدين وبين هؤلاء جنود الأسد. بدأوا بالفرار. نسمع أصوات البصر بشكل هذا هي طريق عام. يبدو أنهم بدأوا بالفرار. هذه أسباب لا تنسحب. تواصل تشكيلات من قواتنا المسلحة عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة بمشاركة مختلف صنوف القوات وبتغطية نارية كثيفة من سلاح الجو وصواريخ مدفعي وصاروخي مركز، وتحقق نجاحات هامة على اتجاهات عدة في الريف الشمالي لمدينة حماه. تمكنت قواتنا المسلحة من إتمام السيطرة على بلدات كفر نبودة. وسائل إعلام النظام طبلت وهللت وزمرت أنهم دخلوا مدينة مسرق، ولكن فرحتنا ما وصلت لقرعتها. كلمة جيش النظام قائلها ومن ورائه أشاوس المغاوير صامدون في كفر نبودة إلى يوم يبعثون. كان معكم محمود الحموي من مدينة كفر نبودة المحررة ريف حماة. في الريف الشمالي لمدينة حماة مكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات معر كبة. لن بعد معارك ضارية واشتباكات عنيفة ولربما كانت هي الأعنف من نوعها، تمكن المجاهدون من السيطرة الكاملة على قرية معر كبة بعد أن دحروا قوات النظام وكبدوها خسائر فادحة بالأرواح والمعدات. كان معكم محمود الحموي من قرية معر كبة المحررة ريف حماة. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات عطشان. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على قرية عطشان. هذا بيان هيئة أركان جيش النظام، لكن المجاهدون تمكنوا من دحرهم بعد أن كبدوهم خسائر فادحة بالأرواح والمعدات ليصبح هذا البيان حبر على ورق. كان معكم محمود الحموي من قرية عطشان المحررة ريف حماة. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات بيباد. واشتباكات عنيفة تمكن المجاهدون من تحرير قرية قبيبات لتصبح هذه القرية الصغيرة وتنضم إلى كل القرى والبلدات التي تمكن الثوار من تحريرها بعد الغزو الروسي لريف حماة. كان معكم محمود الحموي من قرية قبيبات المحررة ريف حماة. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات أم حارتين. اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية وملاحم من البطولة سطرها المجاهدون في ريف حماة وتمكنوا من خلالها تحرير قرية أم حارتين. كان معكم محمود الحموي من قرية أم حارتين المحررة ريف حماة. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات سكيك. نحن في قرية سكيك المحررة. تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام السيطرة على بلدات تل سكيك. إذن الغزو الروسي لريف حماة مكن النظام من السيطرة على عدة نقاط ومنها تل سكيك، لكن المجاهدون تمكنوا من تحريرها بالكامل ليصبح تل سكيك صديق. كان معكم محمود الحموي من على تل سكيك ريف إدلب. الله أكبر. وتدمر مقرات قيادة ومستودعات أسلحة وذخيرة في اللطامنة الهبيط كفر نبودة. الله أكبر يا تجمع العزة. الله أكبر. تدمير دبابة على طريق مورك لطمين من قمة سرية النمدال. تجمع العزة. الله أكبر والعزة لله. منذ بضعة أيام فقط بيان عن هيئة أركان جيش النظام تلاه ضابط كبير من رتبة عالية كادا كتفيه أن يصلا إلى الأرض بكثرة النجوم عليها. قال فيه: تحرير قرية لحايا بالكامل. أما اليوم نتمنى على جيش النظام أن يطل علينا بضابط ولو بنجمة واحدة يخبرنا ماذا حل فيهم في لحايا. بس اللي استحوا ماتوا. كان معكم محمود الحموي من قرية لحايا المحررة ريف حماة.